الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، عبد الله بن عباس حبر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنه الفتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأصحابه كويل باتنات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف إمكان وحقوق فلن إن لبيراهذو رسولك صاحب لها رسولك إلى الجوغين. لكن صحابي إنما أنت وكدوين صحابة دي كلا ومضى نوضان عالم كيدوي kirmadooga dhalinyaradoodii wey. Waana sida uu Cumar bin Khataab yiri: carab wax weydiiyo iyo qalbi garasho leh baa Ilaahay subxaanahu watacaala isugu daray. Marka aanu ka hadlayna Cabdullaahi bin Cabbaas, waxaynu hortaagan madrasa cilmiya dakhma, madraso aad iyo aad u weyn, jaamacad baanu ka hadlayna, shaqsi keliya oo jaamacad ah, yaqaan sida wax loo barto, waxna loo gudbiyo, cilmigana loogu ducay inuu waalaayo doodihii uu galay iyo dadkii qalooca uu ku jiray uu qanciyey. Inaha inalimadana waxaan u bixi doonaa biidni illahi subxaanahu watacaala fi hada ddars. هذا الصحابي الجليل ملك المد من أطرافه، فما فاته منه شيء. صحابي كان دار كيسان شرفت الدعاء الذي ذو قدام بوساه قعنته وقصوا الله علي وقعنتي وقدرتها، فما فاته منه شيء وحدة في ملا وح الله وحي شرف لغوت المام يمد لغوت المام إلهي سبحانه وتعالى ويسقدر عبد الله بن عباس. فقد اجتمع له مد الصحبة وحيسود تجي أما إلهي سبحانه وتعالى أسور تجلي شرفتي سحابي نمضى. ولو تأخر ميلاده قليلا لما شرف بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هدو إنير دليتان كيس هدو إنير راجلها sanad laba sano hadduu gadaal u dhici lahaa nebiga lama kulmeen. Maxaa wuxuu ka mid yahay sawaaru saxaaba, saxaabadii aad aad u yarareed. Marka kow, Ilaahay baa la doonay inuu nebiga nolol iyo iimaan ku hareelo. Labo, wamaddu lqaraabati, waxaa kale isugu tegay qaraabanimada nebiga sala alay wasalam uu qaraabo leeyahay sharafteeda. Fahuwa ibnu cami nabiyi illaahi salawaatu llahi wasalaamu caleyh, نبي إن أذير كيو سدح. ومد العلم علمي شرفتي سنة إلى هيوة وديبي، فهو حبر أمة محمد وبحر علمها الزاخر. ومضا أمة محمد عالم كيدوي علمي رنتي سيدي بدأ أبرقانية وإلهي سبحانه وتعالى ساء واسعي وزاخر وكدي وإلهي سي وحيسوك التقي. ومد التقى الله كعبسي إنه نقول قف إلهي كبقة وقنتي إلهي أسيي سيته أمي المريي حيال. فقد كان صواما بالنهار قواما بالليل، إن مالك صوما هبين كان صلاة أتاقن بوها، مستغفرا بالأسحار حليل الدنب وأهقوس كالدنب هبين كان إلهي سبحانه وتعالى دمدافو في الديستا. بكاء من خشية الله من لؤيوها الله كعبسي حتى خدد الدمع خديه إلى هير اللي انتو أي ودك سميسيت اللي يسدب نوت. إنه عبد الله بن عباس، وانيك اللي قوى الرمى يا عبد الله بن عباس رباني أمة محمد، أمة محمد رباني جيدي رباني هداد نقشيت وقف علمي يقرش إلهي ويقان يسوق تكتئك وعمل فلكيس. وأعلمها بكتاب الله
وأنا نينك أبو أقوانت بضن قرآن كإلهي وأفقهها بتأويله قرآن كان أبو فهم سن تفسير كيس وأقدرها على النفوذ إلى أغواره وأميدك أبو كريتان كبضن إنو مولك هو تفسير كأدسه وإدراك مراميه وأسراره إنو هلاله يولك وقرآن كأوغانو أسراتها الكاكو حبالا نيكا كان مركه دي سي في بني آدم لهر ديجي كانو كان على لي مادا سي في أي كم وقت أقون يلو إسك السطح أه أو سبرفيشال أه هوس أنا فدين وقفك حتى مادنا كل عي مادنا وكو باسي ويحو أي سي كالجيدان أو تي سي سي سوكو قرأ إليه سبحانه وتعالى أجيهي أو كالجيدة أي أيوة حلقة إنه بور إستشارة ودين إلهي أن لو شيء كريم أن كل شيء سنين أما أقوانت هذا يفردنا هذانا أنا هاي نين إلهي سبحانه وتعالى كغبقة ابن عباس موحد له سحابي نيم وكان سحابي ده موحد له قرابة نيم ونبي جينا أديركي ما مالك شرف بدن أو قفك أو كبير أجرت معلم بعده له أمضن أو تن إذا الكيد بعالم كيد يعني ما تقوى ده له مالك يكون كوس ومي أبين كنو صلاة ده. صلاة الليل إيو إيه استغفار إيو إنو ولد عيها وحاكولا كوه ليها دانا كتاب الله مجلس آيات إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسا كجرة كجر تاي إلا هلك إيكا قطار إيه فقه جيدة إيه محي حنبار سنتها إيه معاني ذات فربضان آني أمه قنبا إلهي سبحانه وتعالى تسي ولذلك ابن عباس بايري مركز مقشد وحلا دايل سنكرمه ولد ابن عباس قبل الهجرة بثلاث سنوات ابن عباس وحل علي انت المؤمنين انت المسلمين تاني يعني اهجرون حاجة المدينة المنورة سدح سنة كهر يعني هجرت دي بسدح سنة كهر ولما توفي الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان له 13 سنة فقط رسول كمركو جير يوضنا سدح يتونجرون بوها ومع ذلك فقد حفظ للمسلمين عن نبيهم 1660 حديثا أثبتها البخاري ومسلم في صحيحين كن يلح بقل يلح ذن حديث سأود يري هدنا كن يلح بقل يلح ذن حديث ووضع صحيحة والإمام البخاري ومسلم أي صحيح هذه كسو أروريين بودوشة كقيب ومضنوا إلى لي عن ابن عباس تعالى قريو وحديثة ماشا مركو 1660 حديثا البخاري ومسلم يكون قرانت إسجلوا إلى لي وانا سدحي تبنجر ولما وضعته امه حملته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مركي سابه ويريا امه شيء رسولك صلى الله عليه وسلم بحقي سولا تكتي فحنكه بريقه النبي صلى الله عليه وسلم وحاو عربك ان مد القضاء امريي عن روفته النبي صلى الله عليه وسلم يعني معنى هل كما انت ادتك الى هولا لقردادين يا او وحن لوف الدين اي دتك مد دربان للراعي مد بالله حبت لو دي هو قري بك هيسك عليه لا يا هي مد ململ مري ايو مد سالم لو دي مد شاش لو صار ايو اني وبابا يعني وحاس تدكو مركا موين اقول لكن النبي صلى الله عليه وسلم انت لو جاي النبي صلى الله عليه وسلم عنده شرفت له بو تحنيك سرق ماشي سرق ما عرفتك اي امرني صلى الله عليه وسلم سي مركا شرفت النبي صلى الله عليه وسلم اي عن لوفتيسا شرفت له اي مركا اوغشو جوف كيسا فكان اول ما دخل جوفه ريق النبي المبارك الطاهر وحا اوغور اي عروشي سوسي دا دعانا وحا هاي النبي عن لوفتيسا بركيسا وشرفت له طاهر كا ودخل معه التقوى والحكمة هل كاوي مركا ماشا الله كعبسي حكمة دون مركا ايكا قلمو الهن اساقر ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا قفك حكمة الله سي حكمة وعلم له إلهي هل كان به كر ومن يؤتى العلم لك الحكمة وحلوين أقونت معها سيد بغبغاء قفك إنه ترك إسك الشيء ما هل كو آيات دعو ديه مركة إيتاه إن لفطوله مركة إيتاه وحن إني حرامه مركة إيتاه وحن إني حلاله وإن لك لقرنك ابن عباس كان إيمان دون تاريخ إسما أنت مسو أرورين دون كاتبك لكن أحكم ده بسوينك ابن عباس وحكم ده نبأوين كعصن oo indhihiisu ay aada moodid ma aragtay inuu ka dhex bixirado dadka markaas iyo ibn Cabbaas hal lilqaatil min tawba qofka dad dilay tawba ma leh markaas iyo maya uu iska laabtay mid kale yimid haddana
markaasu yara maaragtay ibn cabbaas hal lilqaatil min tooba markaasu haa toobuu leeyahay ninki dad dila tooba ma lihi haa tooba kii horena wuxuu tooba ma lah xal ibn cabbaasoo isla adigi unbaa hadlaya laba nin baa ku yimid midna waxaad ku tiri tooba ma lihi midna waxaad ku tiri haa tooba leeda maxaad kala duulay wuxuu yidhi kanaan iri tooba ma lihid ama kanaan iri toobaad leeda waa nin orodi wax soo dilay haddaan hadda albaabka ka xero wuu sii soconaya wuu sii dilaya kanaan iri tooba ma lihidna ninkan isaga ah weli wax ma dilin buu yidhi haddaan leeda toobaad leedahay toobadu jaaniskeeda uu kuu furan intuu baxo dadka soo dilaya buu marka albaabka waa inaan ka xero waa isla qofkii oo fatwoonayay laakiin wuxuu gartay halka meesha la dhigay that's why qofka su-aasha la weydiiyey fiqiga waxaa jira masaa'il marin ah oo flexibility leh oo marba meel u jiidmi kara yani maala hadduu nin intuu ku yimaado kula sheekh haddii hadda aan saddex dalqaad ku fura ka wada way ku dhaafaysaa gabadha way furmaysaa laakiin ninki waxaa ku yimi saddexda israaciyey oo leh intay ka dhacday iyo toban ciyaal baa joogay meelaan ka bilaaba lahayn ciyaalka uu ku marmarsoonaya wuxuu ka baqay mid waaneedkiisa tuguri inuu usoo weydaarto kaasoo kale waa inaad marka xoogaa inaad dhahda insha allah saddexda dalqood mid baan kasoo qaadayna qol raadisid waa meesha idinkas jumhuurta aanay ogolay idan ibn cabbaas radia allahu anhu ardaahu maaha inuu cilmiga keliya yaqiin laakiin cilmiga halka la dhigo ayuu yaqiin ibn cabbaas radia allahu anhu ardaah wama an xullat can alghulaami alhaashimiyi tamaa'imuhu wadakhala sina altamyiizi xataa laazama rasuula allahi sal allahu alayhi wasalam mulaazamata alcayni liukhtiha markii uuba ilka jabsaday oo u dhaqaaqay oo uu gaaray heer wax kala sooco waatuu nebiga sal alla alayh wasalam lugta lugta u saaray sida labada ilood yani labada indhood mathalan ishan isha kale aanay ka maarmay say isula socdaan oo kale marka tamaa'im waa jamcu tamiima tamiimaduna waa xirsigay qartaaska la xirto laakiin macnaheeda maha ibn cabbaas qartaas baa u xirnayd macnaheeda lagama wadee ee waa kinaaya la isticmaali jiray idiomatic oo ah qofka ma dabcan ilmaha inta yar ee qardaasa loo xiray marka ay yaryihiin intay socodka baranayaan noocan ma ilkaha ay ka dhacayaan oo ilka kale usoo baxayaan marka waxaa laga wadaa wuxuu soo dhaafay kufkufkii oo wuxuu gaaray heer uu keligii socon karo fa kaana yuciddu lahu maaa wuduu'ihi idaa hama an yatawada nebiga sal alla alayh wasalam maadaama lugta lugta uu saaray wuxuu ahaa nin nebiga u diyaariya weysadiisa markuu weysaysanayo wayusallii khalfahu idaa waqafa lisalaati gadaalna uu ka istaagaya markuu nebiga tukanayo wayakuunu radiifahu idaa cazama cala safari nebiga kii fangashan buu ahaa ee daabada la saaran oo aanan ka harin markastoo nebiga sal alla alayh wasalam uu go-aan ku gaaray inuu safro xataa gadaa lahu ka dillihi yasiiru macahu ayna saar ilaaba noodid inuuba noqday nebiga uu har u noqday harkaagu miyuu ka harayaa markastoo socotay harka uu kula socda saasuu nebiga sal alla alayh wasalam lugta lagu uu saaray wayaduuru fii falakihi kayfa maa daar meel kastuu nebigu wareegana uu la socdaa halkaasuu nebiga fadhiis uu taagan yahay masjidka u galay uu taagan yahay ee maaragtay nebiga sal alla alayh wasalam saa uma dhaaf muxuu u daba taagan yahay nebiga xoola uu fadhiyo ma hayo wuxuu qaybinaya meesha masjid laakiin wuxuu isleeyay ibn cabbaas waa intaasuu nebiga weysaystaaya bal sida u weysaysanay arag waa intaasuu nebiga markuu tukanayo si uu tukanayo gacmaha halkuu saarayo waa intuus kelmad yiraahdo waanay ku dhaafin cilmiga saasaa marka loo raadiya وهو في كل ذلك يحمل بين جنبيه قلبا واعيا وكل اهليه نين اسك سودمها قلب وحواليان الى يوسي وذهنا صافيا مسكح يد فرن او صافيه وحافظه دونها كل الات التسجيل التي عرفها العصر الحديث ايو حفظ او دمان وح الله وحي ما انت وح لو حفظن لها او الات كعصر ما انت سو ما انت سو بال كان قلب كان سنه هرياله سو وح لو دوي ماي soo makarofanana ma horyaana soo wax lagu duubi maayo soo mobiila maanta wax duubi maayo maskaxdiisa runtii ka sarreysa say wax ugu weyneynaysa xataa xadaa can nafsi isagoo iska waramay wuxuu yidhi hama rasuulullahi salawaatullahi wasalaamu calayhi bilwuduui dhaata mara maalin maalmaha ka mid waxaa dhacday nebiga inuu ku fakaro inuu weysaysto famaa asraca an acdadtu lahu lmaa markiiba waan degdegoy biyihiaan u daariyey hoos u diyaariyey biyuu ku weysasan lahaa فسر بما صنعت النبي قد بو فرح وحان اسميه يعني ما عن دريمه النبي بس هم ما هم اراد اي طلب ما هم النبي قد دريمه انه بيرى انه ويسيستو مركي وان بودي بيه بان ودي النبي كفرح ولا هم بالصلاه اشار الي
مركو صلاة بو النبي صلى الله عليه وسلم ربي إنه قاله ويتلمام أن أقف بإزائه ويري كاله قرب كي يسو إستاك. طبعا إمامك كلي مركة ويهي أما مؤمومك مركو كلي يهي إمامك وإنه قرب كي إستاك ولا بغض قرب كساي سوها يعني ماها إنه منه ورأي منه أمضان بي. لكن النبي بيقول ويري قرب كي يميدك سو إستاك فوقف خلفه هلكو قرب كي سيستاجي له قداشي إستاجي. فلما انتهت الصلاة ومال عليه مركي صلاة الأماتي كنا بقى سأيو سوجي استبوي وقالوا ما منعك أن تكون بإزائي يا عبد الله أو محاد جيس كي يوسو استاجي حكار ريل. فقلت أنا أنت أجل في عيني وأعز من أن أوازيك يا رسول الله. رسول الله إن به قد كوينت وأنا يلا سريسا إن قرب كاجي استاجي ما أنا أدي إسكال كاسيمي كرب قرب كيسو ما كاد أريدين كرو قرب كاجي ما استاجي كرو ويقو أنت يعني طبعا هذا قف وين أكتي ذكاء طبعا قف كمركة أو حشمت قف وهاي أنا وعرفت نوعا ما فدي يسوق جار جار صداح وجا ما عرفت وجي جمسين كرو صدا أي تهاي إلك إل أما مركة ساو ما بارك وجي كل جمعة فريسان كرو مركو النبي جا أنت كم مغلي فرفع يديه إلى السماء النبي جا مركة الله جعل الصلاة أوربتي وقر أدي وقال فير اللهم آته الحكمة إله حكمة رسي حكمه إله سبحانه وتعالى وجبري. طبعا اصل خبر كان مركه البخاري انه كسوني الامام مسلم مسد عن الحنبل شو كاتب يكون غبر رجلي النبي مركه سو دعي وقد استجاب الله دعوه نبيه عليه الصلاه والسلام الى هينا واو اقبلي نبي محمد بريديس فاتى الغلام الهاشميه من الحكمه ما فاق به اساطين الحكماء الى يكسي يقول لك كان ريها هاشم حكمه او ارنتي علمي دقن كي اي علمي هلك لدغه او مناسب wuxuusii wuxuu markaa uu kaga tago dadkii waaweynaa ee xukamada ahaa waa uu ku dhaafay da'diisoo yar laakiin wuxuu dhaafay intaasoo khalqiga uu dhaafay cilmiga ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey. Waa mid marka ibn cabaas ma inuu nebiga u duceeyo waa meesheeda inuu ilaahay la doortana waa meesheeda laakiin wax walba waxaa ka horreeya dadaal baa ka horreeya cilmiguna ilaa aad sida harka u laazimtid ilaa sida labada indhood aad leedahay isugu dhow yihiin aad isugu dhowaataan ilaa waqtiga intiisa badan aad gelisid ilaa aad daacad u noqotid cilmigu daacad kuu noqon maayo. Oo waxa keliya ay dhahaan haddaad saacad siisina saacad buu ku siinaya, haddaad 10 sano dul fadhi 10 sano cilmi aad helaysa, 50 sano haddaad dul fadhi 50 sano cilmi aad helaysa. Oo waxa keliya daacad ah waxay dhahaan alwafi. Ibn Cabaas markaa juhdigiin uu la yimi waxaan ka hadlaynaa nin 13 jira نبي صلى الله عليه وسلم انت وكجاري كن اللح بق اللحن حديث يعني حديث وكجاري لكن انت كلي وكقاتي وكقاتي صحابتي ووينيت بيجو ابي مرك جانس اهل ابو هريره وعمر وابو بكر ورجع هذنا كور انت كلا مرك واتن لي روايه وري ابن عباس لي روايه الاصاغر عن الاكابر الاصاغر او صحابه كو دا ير اي كوري كو دا دا وين هذا ولا ريب في انك تود أن تقف على صورة من صور حكمتي عبد الله بن عباس مرك واحد شكي كدر المرحة دي سال ومعي بن عباس حكمة بولي حكمة بولي إن أدرنتي جعلان الله المرحة دا قارتها إن أدرن من دول إستاك حكمة دي سمحاك من فإليك هذا الموقف ففيه بعض مما تريد فالموقف كفن إلى بقيسه وحال كدر وحان إنك بضان وحان بحنا حكمة بن عباس مرنا ضاد بقليا كله لمن حق درأة بولا قليا oo runtii passage taariikhi ah oo quluxdiisa leh ee islaamka soo maray oo runtii dadku maanta ay u arkaan passageka inuu yahay mid tegey noocan ma episode nolosha aan shaqo ku lahayn laakiin runtii ay wacnaan lahayd maanta in nolosheena lagu soo dabaalo maxaa yeelay waxaa dooday ibn cabaas in niman maanta haddii tacbiirka maanta radicalism marka la sheegay niman lagu tilmaami karo. طيب لما اعتزل بعض أصحاب علي وخذلوه في نزاعه مع معاوية رضي الله عنهما نيمانكي علي بن ابي طالب لصفنا قرب كيسي تاقنا باو قبطي او كبقو اي قرب كيسي نو كبحان ومركي ضوضو اي نحمرتي علي بن ابي طالب اي معاوية ولا اسقبطي وعوز اركي علي بن ابي طالب كلي تاقنا نيمانكي قربها كججري اي تاقيري انسارتي اني ماشي بجوجي. قال ابن عباس عبد الله بن عباس لعلي رضي الله عنه عبد الله بن عباس وني يرى ايوح الله لعلي بن ابي طالب وحكيل إذا لي يا أمير المؤمنين أن آتي القوم وأكلمهم. وليو قالوا لمن كان أتسكن عذين وكدي دي وكدي أدي وكدي دي. إيه قرب كان كبح إن أنت أتقو
بل أن لها الله أن لضوض دايلك لقال بل إيه قال معركتي أمير المؤمنين. قال علي بن أبي طالب إني أتخوف عليك منه ما كان بقي يعني ما كان من ضد الدنيا معه وإني ما سافت إيك صهر أم يكون دلان. فقال في كلا إن شاء الله ما يمدعي دونت إيه داوي أنا رجع أقان سيد الله 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 حواك الله وفوره. ثم دخل عليهم وأتقي ويشهد وقلي فلم يرى قوما قط أشد اجتهادا منه في العبادة. فرت أوصل بحين ضد كعبادة بنقول من الأرض ضد وآدي العبادة بربها عبادة ضد أي تعميد حتى كم أحسن مسون كود مصالات دولي. ولذلك مركو نبي قال كوت إمام بيو يعني تحقر صلاتك وتنو ليه يعني صلاة ضد حكم أركيسي ودا داليان. فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس ما جاء بك ابن عباس وسودو بيدي نرد معاك وكاني. فقال جئت أحدثكم إن الور إني الشوق إن الله الربا. فقال بعض مركب لبقى يبدو كلام مقدم قال لا تحدثوا أبا أشيري منك الله لنا. وقال بعض نسمع منه أنه كدق يسمي قل نسمع منك وان كدق يسمي لبقى كلام مقدم كون روحي إلى دورنك محويا لقدق يسمي مركب قفك يسكك على سيني هاي مسارك أي مين ستريم كأهل السنة والجماعة والضلع يكسر عدام مركب قرب مرسيني هاي مروا وحقوق عن سيره وديره ما حد يقول لي ما هو اسكان نورمال حين كاد يجي يسمي مين كان يقول لي كاد يجي يسمي قال حين ما الحوجة أنا مكادين عند يجي يسمي منو شيء جدنا بل أنا ما قلنا. فقال وحي أخبروني ما تقيمون على علي على ابن عم رسول الله وزوج ابن وزوج ابنته وأول من آمن به. فالواحد يشك تان وحى أكون عذاب وأكون دي دنتين علي بن أبي طالب أو رسولك إن أديرك كو oo nabiga uu sadaq u ahaa oo inantiisi maaragtay oraygeeda ah qofkii ugu horreeyay rumeyeen ah Cali ibn Abi Talib wuxuu isku wataa saddex khasladood oo cid la weheliyay aanay jirin waa mid uu nabiga sallallahu alayhi wasallam ibn cami rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam waxaa dhalay nabiga sallallahu alayhi wasallam adeerkii baa dhalay nabiga sallallahu alayhi wasallam adeerkii baa dhalay labo waata nabiga sal alla sl faatima binti rasuulilahi sal alla sl tan u meheriyay oo inantiisii uu odaygeedu yahay haddana waa aawalu man aamana bihi taasaa ugu daran dadka rumeeyay ninka ugu horreeya buu ah marka maxaad ku diidantihin qaaluu nimankii waxay yidhaahdeen nanqimu calayhi thalaathat umuur saddex arrimood baanu ku haysanaan kun ku diidanna ninka kana ku nacna qaali wuxuu soo tuur hadda wamaa hiya maxay kaliyihin. قالوا حيرا إن أولها صدح ذا الرماد بحق وهرية أنه حكم الرجال في دين الله ركبوا دين إلهي حكم كيدي وديبي ويها حكمي مرك وعي تماما يا علي بن أبي طالب مركو أقبلي مرك يسكد عين أسيقا إيو معاوية وليني يا إذن أحد حادين يا علي بن أبي طالب أقبل هذا أو موسى الأشعري عمر بن عاص رجع إن أحد هذه أنت قيب كان مقدام مركز سبع يرادين أصل كدين كإلهي إن ركض أحد حاليا ما أرنك أو قال إن شاء الله أو قال تسمعت جديدا كو وثانيها لب أنه قاتل عائشة ومعاوية ولم يأخذ غنائم ولا سبايا عائشة ومعاوية هو لدى قال لنا تقال مرحب دان لقى لنا وحايد غنائم لقى سوقات وغنيم حوله لصفرته صبايان لغا سو قاطو لا سو تخابتو دد لغا سو قبسو لغا سو قفاشه تينا ما سمي لارو وثالثا قد كسد حدان كو هينو ريه انه مع عن نفسه لقب امير المؤمنين وحو نفسديسا وديده وكحيوبيه تايتل كي امير المؤمنين انو يحي مع ان المسلمين قد بايعوه وامروه ايه المسلمين تهيشيس كولا غلان امير ماي كاغا دغتين امير المؤمنين كتك مرك لي يري لما وان با لو جيراي تايتل حق هنا لو دغه واتي لي يري وونا أقبل سد حد هذا الريموت ب سد حد الريموت نقول له راعي كلامه هن الداعي بيجي. فقال مركب حيري علي يا الله يا عبد الله ابن عباس أرأيتم إن أسمعتكم من كتاب الله كورا جوابها أدرادين لسان هدان إن كم قشي كتاب كذا قرآن هذا إنك يسوع صار كور وحدثتكم من حديث رسول الله ما لا تنكرونه حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن إنك جو الرماء وحيدا ديدين وحتى قانا هدان إني شيء كور أفترجعون عما أنتم عليه مركب موقف كان ما تكون لجنتي ما كلا بندون طال يعني أرجع لو يهاي بولي صدح قضب أنكم هاي ستان علي بن أبي طالب إنه رج ويري دينك إلى هد حد حادي
in Cali ibn Abi Talib, in Muawiya Aisha markuu dagaalka u la galay aanu ghanima iyo sabaya aanu ka keenin inuu taytalka Amiirul Mu'miniin halka uu dhigay, iyadoo ummad muslimiinta ay u dhiibteen saddex saddex luqadood maaha, aniga ii daaya bii kawar haddaan dalil idin keeno. Soo dhawaabayna qaaluu nacam waay qaaluu wuxuu ama qawlukum inaad tiraahdaan inahu xakama arrijaala fii diini illah, markaad leedihiin rag buu diinta ilaahay xakama kaga dhigay. فالله سبحانه وتعالى يقول إليه القرآن كله كله يا أيها الذين آمنوا لا تقاتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام لذي قربى. أيضا معنيه إذا مكة لفظ الشيء وحيته وانقضال أم قرنه sideedaba qofka markuu muxrim yahay uu xarmado xaramka uu aado cumro iyo xaj wuxuun u baxo uu xarman yahay, waxaa ka reeban ugaartaa daakhil xaram joogta. Qofka intuu xaram ama ixraamka uu ku jiro ugaarta uma dhowaan karo, ma ugaarsan karo, ma dirin karo, amnigeed wuxuuma keeni karo. Tayib, ka waran qofkii ay ka dhacdo marka inuu dilo, haddii ay dhacdo qofkii ugaarta xaramka ka mid ah ugaarsada ama dila ama si qalad ah wuxuu kaga fakadaan, oo mutacamidan de aan leh uu leeyahay qur-aanku, oo mutacamidan qofkii u dila de oo la kacan ula jeeda, wuxuu ilaahi subxaana wa tacala fajazaa mithl maa qatala min annacam, wixii uu dilay wax u dhigmaa laga rabaa. Gorayuu dilay geel baa u dhigma, rati baa u dhigma. Maalan haddii uu shimbir uu marka digaag baa u dhigma wahakada dawaali wax u dhigma la raba marka. Laakiin yaa xukminaya? Waa in la xukmiyo la yidhaahdo neefkan ama xoolahan ugaarsaday waxa u dhigma kan. Marka leh ilaahi wuxuu yaxkumu bihi dawaa cadli minkum, waxaa xukminaya laba ruux oo ahlu cadaala ah oo idinka idinka mida muslimiin. Ibn Cabbaas marka halkuu ka duulay arag, yani waa dilin qofka aan kusoo degdegi lahayn runti. Anshudukum Allah, ilaah baa idinku dhaariyey. Afa xukmu rijaali fii xiqni dimaa'ihim wa anfusihim, rag inay xukmiyaan dhiigaga dadka iyo naftooda in la ilaaliyo, iyo wasalaaxi dhaati baynihim iyo dadka dhexdooda in la hagaajiyo la heshiisiyo, axaq miya xaqnimo badan am xukmuhum fii arnabin, ima inay xukmiyaan bakaylo oo thamanuha oo lacagtiisu rubcu dirhamin ay tahay. Yani arnab baa waxaa la yiri kala xukmiya, mise inay xukmiyaan oo dadka dhiigagooda dhiigga inay kala ilaaliyo. Ilaa meeshan dagaalka haddii uu sii socon lahaa Cali ibn Abi Talib Muawiya maray, wuxuu noqon lahaa dagaal aad iyo aad loogu baaboo, dad fara badan oo saxaabana waatay ku dhinteen, dad badanna wuu kusii dhiman lahaayeen. Marka ma inaan ilaalino dadka dhiigooda iyo maalkooda iyo xoolahooda iyo amnigooda oo heshiis aan kusoo dhexdhabalna, miyaa mudnaan leh? Mise in bakayle iyo injir iyo la kala xukmiya mudnaan leh? مركز في هذا. فقالوا بل في حقن دماء المسلمين وصلاح ذات بينهم، وحامضنا له ديجا ضدك إن لا إله إلا مسلمين تديك كود إن لا إله إلا إيوه هشيس كود إن يجي هشيس إن هشيان أي صح صح. قال مركز في مركز وكجح هلا وكلا ضل معي في أخذنا من هذا مركز أن كبحنا مركز حين اللهم نعم أنا أخرج أنا أخرج أخرجنا من هذه وأخرجنا من هذه تم كبح ما كذا معنى معناها قضية ده ما كذا معنى. قال نعم ها تم في هذه خلاص وفوق أنا عصمت مرك هل بوينت يبقى صعب دي قدر كوالو أها إن علي بن مطال أراد كان نقضه إن أبو موسى العشري عمرو بن العاص أي هلك أي كان نقضان كروذن أي كان نقضان أرنك أي كل الجناين وكسر دي نص كسر كذا كو قدر كلام. وأما قولكم هذا كألين إن علي قاتل ولم يسب ولم يسبي علي بن مطال دجال بوكره ومعاوية عايش ولا دقالمي ولم يسب كما سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنا مصر تحابا ضدنا مصر قبصا ما نصر قفالا سيدي رسول كو سمي او كلا سؤال شيء وحيته أفا كنتم تريدون واحد دون إيسان أن تسبوا أمكم عائشة إن تصوت حابتان وصوت قفالتان هيدين عائشة هيد وتستحلونها أد حلال كديغتان كما تستحل السبايا سيد ضمرك la soo qafaashay ee dagaalka laga soo qabto oo WOP-ga ah sida loola dhaqmo, miyaad doonaysaa in Caayisha ula dhaqantaan? Fa in qultum nacam, haddaad jawaabtiinu hadday haa tahay oo alleydi Caayisha kama duuna dumarka kale,
sida kuwa gaalada ah ee kufaarta ah loo soo qafaashan usoo qafaanin, haddaad tidhaahdaan faqad kafartum bilgaalaa tihiin, meesha kuma wada hadli karno. Wa in qultum, haddaad tidhaahdaanna laysat biummikum, hooyadeen maahana, innaga hooyo inooma, haddaad dhahdaan kafartum aydan gaalo kala tihiin buu yidhahdaan. Allah subxaanahu wa tacaala yaquul, maxay ilaahay baa wuxuu leeyahay, am annabiyu awlaa bilmuminiina min anfusihim wa aswaaduhu ummahaatuhum, nebiga ayaa ku owleysa muminiinta, haweenka nebigana muminiinta hooyooyinkood wey. Marka wuxuu fakhtaaru lianfusikum ma shiitum, hadda idinka labadaba doorta, inaad dhahdaan waa la qafaalan karaa, hooyana noomaha aad gaala saa ku noqotaan, inaad masaladii ka tanaasushaan aad igu raacdaan oo aad isdhiibtaan oo galaada biyo. Uma qaalna, marku wuxuu yidhi akhrajna min hadi ayda mawduucan, tannama ka dhammaanay buy qolka kan ma dilan yahay. Qaaluu allahuma nacam, ha qolka uu dilan yahay. Qaala, marka wuxuu yidhi waama qawlukum, qodobka saddexaada ku dhegantiin, in caliyin qad maxaa can nafsihi laqaba imrat almu'miniin, cali bin abi taalib wuxuu iska xayuubiyey taytalki amiiru lmu'miniin, markii loo shardiyo la yidhi waa inaad amiiru lmu'miniin haddaad tahay, cid isku dhegan ma lahana nagadaa. Marka la yidhi cali bin abi taalib inuu aqbalay, فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طلب من المشركين يوم الحديبية أن يكتب في الصلح الذي عقده معهم هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لئن كنا نؤمن أنك رسول الله ما سددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فنزل عند طلب ويقول رسولك صلى الله عليه وسلم سنتك لحات صلح الحديبية واتي النبي صحابتي صلى واتني سؤال مكة المكرمة يورينا عمرستان waa tii loo diidooday ma cumraysan kartaa, waa tan la yidhi waayahay aan laabanna ah heshiisa la kala saxiixda, heshiiska la kala saxiixanay meesha la fadhiyey, dabcan waa in la qodbayo la qoro sooma oo contracti la kala qorto, ayaa meesha waxaa lagu qoray hadaa maa qaada calayhi muxamadu rasuulullah, nebi maxamed sal alla slam magiciisa lagu qoray. Markaas waxay yidhaahdeen haddaan ognahay inaad rasuul tahay, annaga beytka ilaahay kuu diidi lahay, dagaalna kulama geli lahayn, annaga waxaa badiidannahay رسول الله إذا اسكت دبو دي بان دي دن نبي قال صلى الله عليه وسلم ما أشو قد هي لها والله رسول لماذا إيه محمد هدي لك على الرئي والله محمد ماشي دقاء المحان أهيد ماشي كمان العيان بويل النبي صلى الله عليه وسلم حد رالي كتين إن انتايتل كي اسكح حيوبية صلى الله محمد رسول الله صلى الله نقب الدائي كقر محمد بقر مركا سوح إليه طبعا مركا وأتنوا إليه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طلب من المشركين يوم الحديبية مركا وكضل أن يكتب في الصلح الذي عقده معهم شيك شيس كين كو قران قدبك هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شيس وقال قالوا حين نحن لو كنا نؤمن أنك رسول الله ما سددناك عن البيت كما ربنا ولا قاتلناك ولا مدى قال لنا ولا نكون نكتب محمد بن عبد الله قر فنزل عند طلبهم نبي قد طلب كود وأقبل وهو يقول يسوله والله إني لا رسول الله إن كذبتموني وإن كذبتموني أنورت رسولك إلهي وأنا إذنك أبد بيني سين هداد دونتان وعير مركة فهل خرجنا من هذه موضوع كان هذه النبي النبي نمذي ويا لئن لقى ترتر والقد وهشيس كان القري علي بن أبي طالب أمير المؤمنين لذنكم أبو خمك عوضين نبي نمذي السمادة كتب من النبي ويا لئن ما شاء لقى ترتر موضوع عن كورنا قضب كان مدلين فقالوا اللهم نعم به ها صدح هذا القضب يشوف هذا أبو ري كان إن أي ضدكو لن أي كجو آن علي بن أبي طالب أصحاب تيسي وأكسر وكان من ثمرة هذا اللقاء كل كان حواري آه وهذا هذا كأه فرمي مليه كسر بحي وحوقها وما أظهره الله فيه عبد الله بن عباس من حكمة يدعي إليه سبحانه وتعالى وما أركتي هو فجي عبد الله بن عباس إنه موجو حكمة حكمة بالغة حكمة آدية بحال دار وحجة دامغة إي دليل مدح الجبسة ورنتي قفك ميل صاري أن عاد منهم 20,000 إلى صفوف عليه labaatan kun oo dadkii cali bin abi taalib ka go'ay oo baalmaray buu dib u soo celiyey wa asara 4,000 cala khusuumatihim afar kunna halkooda mawduucoodii halkaasay ku dhageen madaxadeygoodii lahu cinaad khusuumatihim lahu inay diidan yihiin cinaadan iyo madaxadeyg icraadan xaq xaq ayagoo diideen runtii mowqifka kan waa cajaa'ibtiisu leeyahay waxaa ka qaadanaysaa fakerka diiniga ah inuu different interpretations yeesho tafaasiir kala duwan inuu yeesho wax soo jireen buu ahaa. Waxaan ka hadlaynaa xiqba taariikhiya dahabiya nayira, waxaan ka hadlaynaa waqti golden age ah oo cilmi weli uu taagan yahay.
صحابة ولي أي دورين خلفاء المسلمين وحي كجوغان وعلي بن أبي طالب هلك كان أوجوغو وماشا عبد الله بن عباس أوجوغو والرجوع عائشة ولي أي جوكتو وقت يسان كان لنا وحن كان لنا مرحلة إذا انحرف كذا له ورنتي حنون كذا له وهالدقال كي دح مري علي بن أبي طالب إي معاوية ودنا إي علي بن أبي طالب عائشة كنتي دقال كي دقال كي حنون كي سلوها قوبتي لما قعد بعد قوبتي رتيقا ورنتي هو هالك ديرة دا أي سارة نمينك أورينتاليستسكا أما مستشرقين تا أيوه مرة بورهدين إينو نور هدين إسلامك وحن أيان درأة وأن كحو معي إن مناهجتي لأنه دي جري مركي عن ستاندر 3 كي 4 كي متوسط كي عن هاي موضوع كي عم كنمي إن رنتي أد مودد إن مناهجتو أي حالك سنبر حير بعد جري حد مودد وحل لأنه دي جري آدي أد حق اللو سار جري تقال كي علي معاوية قابتي رتيقة عائشة مركي علي بن أبي طالب اسكو دعان إيضا بالك يعني تاريخ ده أي حنبار صنطاي فوليومز أو قروحي سلام وحنا دو مكهن لأنه صحابة الأركيسي وتاريخ رنتي وحكو أولا وأباهن إلا إن برام والنخوضة إن بريس والجيسين إن بريس والعلم إن بريس لكن وحن مودا إن لا ينودي يجري أن كليه إن يرى مستشرقون أيديهن إن تنحوق هلا صاروا تانا خلت كيدا رنتي لهي محايا لبالكاسو هدي داك بيك وها تاريخ لقالي قيب مدو هدي هاي إن لسي بون بونيا معهن نبي صلى الله عليه وسلم نووت المامي على من علام نبوتي بقى هاي وحبضنا كم يرين لقى بودا رنتي أي هاي المهم بعدي وحارت كقاضان إيسان مر بني إن الجيران ضد تفسير كذا وته دين تن عبد العباس أو جوجا أيا ضد هذا أنكو قياسا أفر لا تنكون سي دون القرآن كوفا سيرني حبر الأمر يد وجوج يد علي بن أبي طالب وجوجا أو خليفة المسلمين أيا أنت عدد كاعتراض دين تسيد دون كوفا سيرني هل كان مربوح كقاعدة أنا سيد دين كورت ودين وحنو تلمام يا أحد الأئمة وحليه آياتها إلهي ومطاط وإلاستيك وعيرة جديد مير نيو بابا هكو دون أجيب كران التفسير كان هيل بي جديد انت هيل بي كسوهر جيدا هيل بي لسا فانتاك نينكي كرسو كفر يسوي قان عيادة إساق عاونا يه إي عيادة هادات كمعارض بقى وكو مركا كو إريان لها نينكي الرابي إنو دين خلدان وشيك ويقان قان عيادة إساق تاقيري عيادة مركا ومعارض السياسين وذيك سن لها قرآن كان إبسود فربضان أما إيجس فربضان وصامرت وعصامر وقتي as a tool, a political tool u ahaa la adeegsan jiray waxaa soo mara waqti interest gaar ah lagu kacsan jiray waxaa soo mara waqti firq gaar ah ay durbaanka dadka ugu garaaci jireen waxaa soo dhan way soo mareen laakiin waxa haraya ma kaan ilaahi baqi inta saafiga runtu way haraysa waxaana muujinaya qof kasta diinta tafsiir khaldan siiyay haddii door la isaga hor yimaado oo la is hor fadhiiso ragga doodaya ee xaqa ku doodayna ay yihiin dad runtii mugooda leh ماشي عف بوحين كرا وحو هذا الشيغان كرا نصوص تي سي تاوي قاسي من عباس وكالي ميزان كي سيدا ضدك إلا صحي كرا مركا وحاها بون انتي هب ليسو قادان لها ان هرت الباب هذا ليسو فرقه كان از دايلك لفرق ورآن وضا هذا المرتوح وقو رفض بضموي مركا الوضا فريستو ونول بكتاب كيس أساقاتو وليس هب ليسو هني ما هلا وضا هلا هذا مركي هدي وضا هذا الكاس وحتسو بحواه ومردل النقوه oo bayran uu noqon waayo caqiim uu noqon oo madalays noqon waayo oo noocana meel uu dhaqaaq waayo marka wixii marka la gudboon cid marka maamulkaysi wixii ka yeelay taa mid marka tafsiirka khaldan iyo wadaad xumaha meeshu doona wax u leexinay wax ogowa ma wax hore u soo jiray wuu ibn abbas waa arkay saasi degdeg aanu ka waalin quraanka maanta aan aqrinayo dad cibaado badan baa ahay ka tusi halka iyo halka iyo halka quraanka marka wuxuu u baahan yahay fiqi buu u baahan yahay diqo u baahan ma xogsi u baahan marka dhibku wuxuu ka yimid nin carabiga bowsada baa wuxuu rabaa quraanka suu doona inuu fasiro nin laba kitaab aqrisa baa wuxuu rabaa quraanka meeshuu doona inuu laado diintu waxay leedahay usuul waxay leedahay usuul fiqh bal qawaacid bay leedahay qawaacid fiqh bay leedahay waxay leedahay balaagha ay leedahay naxw ay leedahay sarfi bay leedahay culuum alquraan bay leedahay culuum alxadiid bay leedahay waxa aan la tirin karin oo funuuntan tirada badan qofka isagoo aanan geeso soo saarsan inuu laba kitaab inuu la soo istaago inuu intuu ummadda khaldaya badan oo khaladaadka fara badan oo maanta innaga dhexdeenna ahaada aanu si fahmi la annahay wax kale ma waxaa dhici karta mar qaar kii xataa iyadoo fahamku uu sax yahay haddana danahana gaarka waxay keenay in aadan kala fogaan oo diintan ilaahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu soo dejiyay diin waaxida ummatan waaxida la amar bu qur-aanka soo celinaya jalla wacala inaan nahay one nation ummad keliya meel kasoo wada jeeda laakiin waxaan isku haysanna waa masaalix gaara ana waxaan rabaa aayadda aniga inay i taageerto saa darteed sidii aniga aan rabaan u fasiranaya
adaan rabaa inaan ka horkeeno waa inaan aayadda ma aragtay adiga ku adeegsado. Idan qur-aanka Ilaahay inuu la isaga dhiga maaha, qur-aanka Ilaahay haddii daacad ay jirto waa la isfahmi kara. Wadaalik wuxuu leeyahay Imaam Shaafici, weligii qof lama doodin buu yidhi, ila bimacnaa waxaan jeclaa marka doodu ay socoto, an yudhira allaha alxaqa cala lisaani, inuu xaqa Ilaahay carabkiisa isaga ka keeno. Yani bimacnaa anigu ujeedkaygu wuxuu inaan xaq raaco, in Ilaahay subxaanahu watacaala waafajiyo. Haddaba Ibnu Cabbaas wuu ku guuleystay mowduucan isaga ah, oo ah dadkii marka inuu qaniyo ilmihim. Laakiin waxaad ogaanaysaa qofka markay meel wacaddahay, meel baa ka madow dadka kan, iyadoo saa loo qaniyo. Haddana afar kun waxay kaga dhigtay in Cali ibn Abi Talib ay diidaan halkoodii kusii socdeen. Ninka marka isaga xaqa oo caddaaday baal maray macno ma sameeyni, hor waa usii socdo. Waqad salaka alfata Cabdullahi ibn Cabbaas ila alcilmi kulli sabiil, Ibn Cabbaas wadada cilmiga wuxuu u maray wado walbaba, wabadala min ajli taxsiilihi kulla juhd, su cilmiga u dhacsan lahaana dadaal walba ayuu geliyey. Faqad dhalla yanhab bimaciini rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam mamtada bihi alxayaa, wuxuu ahaa mid isagu ka durduura usha cilmiga ah ama isha cilmiga ee nebi maxamed sala alayhi wasalam inta uu noolaa halkaasuu ka cabbi jiray. Falama laxiqa arrasuulu alkariimu bijawaabi rabbih, markuu nebiga sal alay slam uu geeriyoodana, ittajaha ila albaqiyati albaqiyati min culamaai saxaaba, wuxuu bilaabay inuu haddana wax ka raadsado culimmadii saxaabadii soo hartay ee saxaabatu culimmada ah. Albaqiya albaaqiya, intii soo hartay oo min culamaai saxaaba buu haddana cilmi u raadsaday. Watafiqa yakhudu minhu wayatalaqa can, wuxuuna bilaabay inuu cilmigii ka qaadanayo u kala wareegayo. Xadaha can nafsihi qaal, marka halka kanna Ibn Cabbaas wuxuuna barayaa, haddaad arday tahay qofka aad rabtid inaad diinka Ilaahay ama cilmiga ka baratid, wadadaad u mari lahayd buuna barayaa. Bal qisadan dhageyso. Kaana wuxuu yidhi, idaa balaganii alxadiisu can rajuli min saxaabati rasuulillahi sal alay wasalam, haddii ay dhacdo inay isoo gaarto in nin saxaabada ka mid ayaa xadiid ku dheer, xadiid ayuu yaqaan adiga aadan aqoonin, hal xadiid haddaan maqlo, ataytu baaba bayti fi waqti qayluulatihi, gurigiisa albaabkiisan iman jiray waqtiga qayluulada ah ee hergelmada ah dadku ay seexdaan, waa duhurkii salaada duhuri casar inta udhaxaysa oo naabka dadku ay qaataan, waqtigaasan albaabkiisa iman jiray. watawasadtu aan dhahay, watawasadtu ridaai cinda catabati daari, waxaana barkan jiray buu yidhi, go'ya aan wato ayaan gurigiisa darsanka halka ah, meesha laga galo halkaasaan barkan jiray, halkaasaan seexan jiray. Ilaa waqti qayluula ah, dadku way hurdaan, waa la hergalmoonaya. Wuxuu diidayaa sheekhi inuu iscaajiyo oo ku gargaraac yira iisoo bax, Ibn Cabbaasna in lasoo dhaweyn waad ogtay. Waxaa dhici jirta buu yidhi, fayasfi calaya arriixu min atturaabi ma yasfi, dabaysha dhacaysana ciidday saa igu sayrin jirta buu yidhi. Yacni wuxuu taagan yahay meel kulayl ah oo qorax ah, dhulka gawaanka ah ayuu marada intuu dhigtuu barkanayaa, dabayshuna saasi marka u sayrinaysa. Tayib, wuxuu yidhi, low shi'tu an astadina calayh la adina li, haddaan dhaho ma soo geli karaan, way u ogolaan lahaa, maxaa yeele waa nin taalib cilmiya, waana Ibn Cabbaas, mush ay waaxid. wainama kuntu afcalu dhalik liutayiba nafsa, laakiin waxaan saa u sameynaya buu yidhi inaan qofka qalbigiisa ilaaliyo, yani nafsadiisa wanaageeda inaan ka fakaro, oo halkii aan iscaajin lahaa hurdada ku kala go'i lahayd isna uu isku dardarsami lahaa, halkaasaan iska siixan jiray buu. Faidaa kharaja min beytii, markuu gurigiisa kasoo bixis yidhaha salaad casir aad, ra'aanii calaa haadihi alxaal, wuxuuba arkayaaba ku yaro guriga darsankiisa albaabka halkaa jiifa oo maradiisa barkaday, dabayshuna sah ay ciidda ugu rogayso oo meesha fadhiya cilmi doona. Waqaala, markaas wuxuu dhihi jiray buu yidhi, yabna cami rasuulillah, war rasuulkiina adeerkiisa, maa jaa'a bika, maxaa ku keenay, hal laa arsalta ilaya fa'aatiik, maxaa igu soo cid diri weyday, fariin un igu soo diri weyday, anaa ku iman lahay, ma rasuulkiina adeerkiisa yani inuu dadka u yimaado maha, adaan ku iman lahaa buu leeyahay sheekhi baa dhahay. Faaquul, markaasaan waxaan leeyahay, anta axaqu bilmajii ilayk, adaan mudan in lagu yimaado, falcilmu yu'ta walaa ya'ti, cilmigu waa loo yimaado isagu ma yimaado, isaga dadka ma soo raasa, laakiin waa loo tagaa. Thumma as'alu can alxadiis, markaasaan xadiidka raadi weydiin jiray buu leeyahay. Yani Ibn Cabbaas isagu cilmigan leh, nebiga intuu ka qaatay ay ku filan tahay, inta saxaaba ee meesha dhooban oo habeenii maalin weheli kale ay ku filan tahay, ayuu safar wuxuu u galay hal xadiis inuu soo qaato, markaas dhibkaa mariya hotel kuma degay, isagoo iskibrina ii soo baxay ma dhahayo, ee laba mar baan la hadlay wii jawaabi waay ma dhahayo, saddex bar baan la fariistay wejigu iga dadda ma dhahayo, albaabada
يعني العلم، لانه انت المحتاج هذا اوبا مركو حال الربا والدول ضبا وحين الله ان كان ذل العلم مارن وضد ذلي علم اللي هو بين وين بعد اشياء ما تنقف بني ادم ادو كر ان كذب او رد وحك الرئيسه ذلي قبل قادنا اذا مركاس شرف قد دم بين دونتا لكن تا هدا ديد ذلي وقف قد دم بين وهلك خطرت الى. وكما كان ابن عباس يذل نفسه في طلب العلم سد اللين جر علمك فكان فقد كان يعلي من قدر العلماء علماء شرفته ذن ادو ديجري وما موسى جل العلماء دي. فهو ذا زيد بن ثابت، زيد بن ثابت كاتب الوحي والنبي وحي يسقر الجري ورأس أهل المدينة في القضاء والفقه والقراءة والفرائض وأها نينك مسؤول ككأة ريم مدينة مكة جوكتو قضاء كالحكمية فقه مسائش كالسارة قراءة كالسارة فرائض كالسارة لحلك. وزيد بن ثابت يهم بركوب دابتي أي أوحو اسكد إنه دابدي سأفوله فيقف الفتى الهاشمي نيكا اللي يرى ابن عباس الهاشمي عبد الله بن عباس أي وحو استاج بين يديه وقفة العبد بين يدي مولاه وعسكوب باجي زيد إن ثابت بن ثابت أو رب الدابدي سأمو فوله أي هر استاجي سده الضام كهور استاج سيد كيس ويمسك له ركابه مركز أقبان الدابدي ويأخذ بزمام دابتي مكة سليجان كيدي قبان يهوجان كيدي. فقال له زيد زيد بارك دع عنك يا ابن عمي رسول الله والرسول كي نذير كي بات يوحى كان فرح كقال معك ودس. فقال ابن عباس مكة سليجان هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا علماء لأن إنا السدى أوينينا لأن فري مركو كو خصبنا يقول لي. قال له زيد أرني يدك زيد بن ثابت مركو أركي يقول قعنت هذا يتصبل. فأخرج له ابن عباس يده قعنت أصوصا مركو حلم وذي وحكى لهم وشيقين فمال عليها مركز سوصا انتو سوصا الله فقبلها فقبلها مركز أبن كشا يا أبن كان يد كان يد زيد بن ثابت بوحو أبن كان قعنت عبد الله بن عباس وقال مركو عيري هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا نبي أهل بيت كيس أنك نصاص وكرينا وشرفنا إنك لين نفرد علمك طبعا وادو شرفتي لكن أهل بيت باطل. وقد دأب ابن عباس على طلب العلم حتى بلغ فيه مبلغا أدهش الفحول علم يقول كجار ابن عباس هير أي رمتي أي لا أما كاجين رجي رجع دياشها. فقال فيه مسروق بن الأجدع أحد كبار التابعين من كم ذا رجي كبار التابعين تابعين تكون هو وين إله إنه وفجي مكان كتاب قد بين التابعين دينا نبحنا ومسروق هذا لو غيري كنت إذا رأيت ابن عباس ابن عباس ما كان أركو قلت حنيدر أجمل الناس أجمل الناس ذاتك إساق أو قرحسن. فإذا نطق مركو هضلنا قلت حنيدر أفصح الناس إساق أو أفتهنسن. فإذا تحدث هضو حون شاقنا قلت حن أعلم الناس إساق علم بضل من ساسوها مقالنا نقو روح ذا لهوها هضلنا نك أفتهن كوها مركو علم شاقين نك أو علم بضل. ولما اكتمل ابن عباس ما طمح إليه من العلم ابن عباس مركي أبو حسنتي وهو انقل تاجي علمي تحول الى معلم يعلم الناس مركه كان ارضني مد وصار في المركه علمي وصار له صدي وهو اسلوب بدله ونقله معلم دك وحبري فاصبح بيته جامعه للمسلمين قري ابن عباس وحقه نقله سرقي جامعه المسلمين تاي دكتان. نعم اصبح جامعه بكل ما تعنيه هذه الكلمه في عصر الحديث جامعه بقري سنقله واه سيدا ما انت جامعه بحن نقام با اله كبير. وكل ما بين جامعة ابن عباس وجامعتنا من فرق لكن هذه فرق أجره جامعات كمان ترى ضبطا أما وضع عربتها كوية لين أما وضع معركة آسيانك أما وضع يوروب مل كجية أفريقيا جامعات كمان ترى ضبطا ضبطا الجامعة ابن عباس فرق قد حيوحوية هو أن جامعات اليوم يحشد فيها عشرات الأساتذة واحيانا المئات جامعات كما انت الجراي انت صو ما عرفت تمنان اما بقول الله او مركب في الصوره يا وحك دي اساتذه الدكاتره يا جوج. اما جامعه ابن عباس هم جامعه ابن عباس جامعه ابن عباس هرمود كيه بروفيسور كيه مدير كيه فقد قامت على اكتاف قامت على اكتاف استاذ واحد هل استاذ هل بروفيسور بعديه هو ابن عباس نفسه ما دول بولك انا واكو جن. راى احد اصحابه من أصحابك كم إذا أصحابك سكم إذا أيها أركي قال مركز لقد رأيت من ابن عباس لقد رأيت من ابن عباس مجلسا لو اجتمع
لو أن جميع قريش افتخرت به لكان لها مفخر. وحان أركب بي رفقارة وفدي ابن عباس ومانت قريش هدي دونيس وحون إنه كفانتو فان نقول لها ما دام ويلك قريشية هاشمية. فلقد رأيت الناس اجتمعوا في الطرق المؤدية إلى بيتي حتى ضاقت بي. وحان أركب ضدك أو يسوي من ودونيك إمري نظر جارسية قريس أو عريرو إن قطة ضد تربضن أو عدد آجا تربضن بأصوات ضغطي دمان وحايكوسو waxay isugu yimaadeen wadada guriga ibn cabaas gaarsiinaysa dadka wasadduha fi wujuuhi nnaas wadadan way xireen fadakhaltu calayh wanugara ibn cabaas waakhbartu biixtishaadi nnaasi calaa baabi markaasaan u sheegay dadka tirada badan ee dhaban gurigiisa meel laga soo galaa male xagga wax u goyn kara male xagga wax u goyn kara male intaasoo kun qof u baa taagan faqaala markuu xidhi dac lii wadu'an markaan u sheegoo nayri wadad fara badan baa halkan kuu dhawan buuxi way sii diyaar فتوضأ وجلس انتو ويسيستي بها الكافريس وقال الحر اخرج بحر وقل لهم ذاتك وحد كتر هذا كل رغبا من كان يريد عن القرآن أن يسأل عن القرآن حروف فليدخل قفك قبل سؤال كصافصا قرآن كي حروف تيسي قراءات كيس هاي صدر فخرجت فقلت لهم انتان بحان بحان كيري أرجو أن أشعر ابن عباس وليه ذاتك سؤاله ذا يكسب سيهين قرآن قراءات هاو قلن فدخلوا حتى ملأوا البيت والجحرة أم والحجرة عندها مركزي قالن إلا قلك يكبوا فيها والحجرة فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وسؤال كسول ويدي سيتو جوابي وزاد مثل ما سألوا عنه أكثر بل علمي غير هذين المتكزيات سنبو كردني ثم قال المركز سوحو مركز بميستان رعا وهرية بحولي افسحوا الطريق لإخوانكم هذا فخرجوا هذا وضطك لو وضصي ينكس كبحا مركز بحيا راح كره هذانا لو يريد ثم قال لي مثلا شيخ اخرج فقل انت تبحث عن كوتر هذا من اراد ان يسال عن تفسير القران وتاويله فليدخل قف كي تفسير ربا ايات تفسير كي ربا هذا هي سو غلو فخرجت فقلت لهم انت ام بحدك يور قليب فدخل وراح كلا سو غلي حتى ملأت البيت والحجره بري ودن باب بحسن مرت فما سالوهم عن شيء الا اخبرهم به سؤال كسو تفسير كسر سن مركي كانان سيتو يوجو جوابي وزاد مثل ما سألوا عنه أكثر بل أنت إن كبضنا علمي وسيني ثم قال لهم هذا نوح لها هذا راح كالإير راديو يعني أنت أنقلك للقان افسحوا الطريق لإخوانكم فخرجوا وأقول هاي نكون هذا هل كلا يعوى وضد السيئة كوة كلا سيء وصوت ثم قال لي أخرج هذا نوح يبح فقل واحد من أراد أن يسأل عن الحلال والحرام والفقه فليدخل فليدخل قفك فقه ويديني حلال إيه حرام ربنا هدها إيه مال فخرجت فقلت لهم انت بحضرتك وش يا جبير فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة مركز صوغ إيه كل ملو بك قبصدي فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثله سؤال كسول لو يدي جواتي وسيني بل إن كدر إنت إن كبدن وشيء ثم قال لهم مركز صوحة افسحوا الطريق لإخوانكم بل هذا وضد ربنا يتقعوا أخرجوا فخرجوا مركز بحجر ثم قال ليخرج هذا نبي حجر بح فقول واحد كتر هذا من أراد أن يسأل عن الفرائض وما أشبهها قفكي ربين علمي علمي قد حالك ذاتك ويديو وسؤال كقضايا هاي صغر فخرجت فقلت لهم مركزان انتان ربحان اوشا قبل فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة انتين بحين بهذا السيدة كالقري يبوحيا فما سألوا عن شيء إلا أخبارهم به وزادهم مثله سيدة صغر جواب والبين توصي بو هذا الزيادة ودرجري ثم قال لهم افسحوا الطريقة لإخوانكم افسحوا الطريقة لإخوانكم وضد مركب أبنا يكوا كلا ثم خرج فخرجوا مكاسي بحيه ثم قال له مخرج فقل هذا نبي رحك لأبحر وحد كتر هذا من أراد أن يسأل عن العربية والشعر وغريم كلام العربي فليدخل قفك ما أنت الربع إنه لغة عربية هي تحذي ذا هي لغة عربة وحي كوها الله هي سوغان تيد هي قبية ذا قفك الربع سؤالك قبع هي صدر فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة فما سألوا عن شيء إلا أخبروا به وزادهم مثله انتي صور قلان بي هلكا صور ربطان oo mar walba ay qabsadaan oo buuxiyeen jawaabtana si ay taho ugu dhigay inta in ka badan uu sheegay qaala raawi alkhabar marka ninka hadalkan inoo sheegay oo dhan baa wuxuu yidhi falu anna qurayshan fakharat bidalika lakana dhalika laha fakhran quraysh inta kali hadday ku faani lahayd oo yidhi la nin saasaa naga dhashay oo qaamuus socda ah oo dictionary socda ah oo maktabad guureysa ah oo mas'alal boo la weydiisaa u fatwaanayo intaasaa ku filaa lahayd buu wakaan ibn cabaas رضي الله عنه رؤها
وكان ابن عباس رأى أن يوزع العلوم على الأيام حتى لا يحدث على بابه مثل ذلك الزحام. ما ننكي بكفأ إليستي وحق أن صدق إنه علمي وقيبي وما المادة أولي سيدي دعضوك الآن يقول لي عنو سيدي مركي أي دعضي أه أدتك إني سأوصو الضوطان والدنيا كالحراء ومضو مركا أي دانوه قبسوه سان أولي عن بروحي لما لهم بابا مادة صدقوا إيمان إسان أو إنت حسين سشعر كمان بإيمان إسان إنت فقه كمان بإيمان إسان إنت عن حل وهكذا دوالي. فصار يجلس في الأسبوع يوما لا يذكر فيه إلا التفسير وحا سؤال يجي للمعلم أو التفسير مويا وحكا الآن لو يدين كان أنا ولي جين ويوما لا يذكر فيه إلا الفقه مالا وحا فقه هي ماشي أن لقى شيء كده ويوما لا تذكر فيه إلا المغازي مالا سيرا مويا وحكا الآن لقى حد ويوما لا يذكر فيه إلا الشعر مالا أن سوغان مويا وحكا الإيقاوي مويا وحكا الآن لقى حد ويوما لا تذكر فيه إلا أيام العرب عرب إيه وحي صام مرئي ما المهدي دقال الذي صام مرون بقى لقى حد وما جلس إليه عالم قط إلا خضع له من عالم أو ابن عباس هر فريس مجره إلا بو قرديبن وتؤهان مكة قرد درارعية وما سأله سائل قط إلا وجد عنده علما قف كي سؤال وي ماذا علمي بكلك ابن عباس. وقد غدا ابن عباس بفضل علمي وفقه علمي كان إلهي أوسيي فضل جيسا يفقيا بحون نقضي مستشارا للخلافة الراشدة على الرغم من حداثة سني وهو لتليه النقضي الخليفة ابن عمر الخطاب ركف ربنا بخليفة النقضي السوى نين يرأى دائم سؤال يرتع. فكان إذا عرض لعمر الخطاب أمر أو واجهته معضلة دعا جلة صحابة عمر الخطاب ما كفوا هذه مسألة كنت ماضي أو معضلة هذه كنت ماضي مشكلة ير يسوي يرجري جلة الصحابة رجع هو وين اي اسوغي يرجل صحابه ودعا مها ابن عباس ابن عباس انه يرجل فالرقوا وين اسوغي قال لك هو نقوم كره اذن هو سورة عن جلد. فاذا حضر رفع منزلته مركو يماضي درجه سكر ولي يجري وادنى مجلس ماشي اسوغي ودون فريس جلد وقال له مركا سوفي لقد اعضل علينا امر انت له انت له ولامثاله لقد اعضل علينا امر انت له ولامثاله ما انت الرين بعد نقطه المشكله وحوغاها جيق نقول نقطتي أدي ذاتك أدي يكون لك ما أمباك أهل لك كسوده. فقد عوتب مرة في تقديمه له وجعله مع الشيوخ وما زال فتى فقال هذا كهر بما في أوضي ياشي بوقف سنوحي إلى ورنك كانوا ير عنو كان يرون أنه هو أنه أمر بأنه لسوا فريسينيس نما قبتين نقدا مركاسو جوابته بحي وحايت إنه فتى الكهول وهانين لن يرى ذا قرمضه ولن يرى ذا له لسان سؤول عرب حويدين وليه وقلب عقول قلبي وحواليان ولي قرشال بل سيدا صحيح قصة أراري ما لما ماها كمي ده مركو أركيني حواجه سي أقو سنة يا مرأي لبسدين إنو لجو يقول كان ير بو سؤال دول دقاي يعني سؤال شيء ويجي النبي صلى الله عليه وسلم جيري سوى حمو جني يعني سورة إذا جاء ابن عباس طبعا واتي مركز سورة إذا جاء فسبح بحمد ربك هلك وكفى عمي النبي صلى الله عليه وسلم قال لي سمكة إن سؤال دواتي مكة إن لو الشيء على ابن عباس حين انصرف إلى الخاصة ليعلمهم ويفقههم لم ينسى حق العام عليه. ابن عباس ما دام علوم تنهض يا الله دقة الله دقة ذات خاصة طلبة العلم علماء يا شعر كأقرسان يا تفسير أقرسان يا فقه أقرسان وعلوم كل صنف لكن ساعي تهدنا ابن عباس ما هل ما من ذاتك عامة حقه ذات بحاجة عامة أو فقه والدقة بلاغة والدقة أصول فقه والدقة أن فهمين هي وحي أبهاي مركة إن سجارة الله ضانا فقد كان أو فكان يعقد له مجالس الوعد والتذكير مجالس الوعظ والتذكير إيجا نحو أسا من جل فقه وكو عدي أو كوان فمن مواعظه وحيا بدك كو عدي جروحة كمدا قوله مخاطبا أصحاب الذنوب مروا لها إصابة الله الله بدك الدنبي قال وحي يا صاحب الذنب ونيو دنك كاغا دنبي قال لا تأمن عاقبة ذنبك ذنبك يا عربتي صح آمنها كالنقل واعلم أن ما يتبع الذنب أعظم من الذنب نفسي وقونا ذنبك وحا وكان سنة والراعي أنه ذنبك ويكوني فإن عدم استحيائك ممن على يمينك وعلى شمالك وأنت تقترف الذنب إن هذا كحشون لبضا ملك ما أردت ملك بلحكاك للجوغة هذا ذنبك قلي لا يقل عن الذنب ذنبك كما يرى يعني لو هذا مرة ما كان لا يهل كان مليك تاجنا وعتيد يا رقيب رقيب يا عتيد وي
kan bidix taagan oo raqiib iyo catiib. Marka maaha saan annaga aaminsanahay Soomaalida, intan raqiib baa kaasan, intan catiib ma. Kan ay midigta joogan waxaa la dhahaa raqiibun catiib, kan inta joogan waxaa la raqiibun catiib. Waa marka labada taytalba mid magac bay u yihiin, kanna u yihiin, kanna u yihiin. Marka wuxuu yidhi inaadan ka xishoon labadan malag ee midig iyo bidix kaa saaran, inaadan ka xishoon, taasaaba ka weyn badan dembigaad gelis. Wa inna dhixkaka cinda dambi wa anta laa tadri ima allahu saanicun bik acdam min adamb. Inaad qasashid markaa dembiga aad ku dhacaysidna adoon ogeyn wuxuu ilaahay kaa yeeli doona, ma lagu ciqaabi doona, taasaaba dembiga ka weyn. Wa inna farxaka bidambi ida dafarta bi acdam min adambi. Inaad dembigii aad ku farxdidna isaga waa dembiga ka weyn badan. Qof zina raadina markuu zinada helo inuu ku farxo, ama inuu wax dhaca uu rabo markuu wax dhici uu helo inuu ku farxo, taasaa ka weyn badan. Wa inna xusnaka cala dambi ida faataka acdam min adambi. Dambi aad ku fakaraysay inaad samaysay haddii uu ku dhaafo inaad aad uga qoomayso, tiraahid ruuxa kan say i dhaafeen, ha inaan qabtay ahayd, hebel waxay yidhi inaan ma aragtay mudankiisa mariyo, waxay zinada inaan sameeyo, wixii ku dhaafay baad ka qoomamaynaysaa, taasaa ka weyn badan. Wa inna khawfaka min ar-riixi idaa xarakat sitrak, baqdinta aad ka baqaysid markii dabaylo intay dhabato oo marada asturka ay kaa qaado. Wa anta tartakibu dhanb, markaad dembiga gelaysid halka aad ku asturan tahay haddii ay dabaylo ay kaa qaado oo maradii ay saa kaaga faydo, maca kownika laa yadaribu fu'aaduk, adoo qalbigaagana aanu baraanbarmaynin, baqdinu aanay soo garin, min nadari illaahi ilayk, ilaahay inuu ku eegay, aadan ka fakarin, acdam min adambi, taasaa ka weyn badan. Wuxuu rabaa dembiga markaad ku jirtid in ma aragta kamera ay laga qaado oo video laga qaado, ama haddii meel yaro ma aragtay teenda yar adoo ku jiro dabayshu intay timaado ay ku faydo dadku ku arkaan, saad ugu walwalaysid, haddaadan uga walwalayni ilaahay inuu kuu jeedo, ilaantii ilaahay baa ka weyn badan, taasaa baa dambi ah buu leeyahay. يا صاحب الذنب أتدري ما كان ذنب أيوب عليه السلام حين ابتلاه الله عز وجل بجسد وماله ورني كان ذنب إسكب الناس كل عيا ما جرى نيسا ذنب أيوب كل عيا وهو أهمك إليه سبحانه وتعالى جركيس إحوليس وكو امتحان إنما كان ذنبه أنه استعان به مسكين ليدفع عنه الظلم فلم يعنه وحكى لماه ذنب قال أيوب وهو أها إن مسكين أيا وحو يريد منه يعاون ولا يظلمين يا مركز جركيس أنه استعان به. Marka dembi intuu doono ha noqdo lama dhayalsan karo, waana nebi ambiyada ka mid a, jirkiisa ilaahay ku imtixaanay, xoolihiisa ilaahay ku imtixaanay. Walam yakun ibnu cabbaas min alladiina yaquuluuna maa laa yafcaluun. Saa ay tahay ibnu cabbaas ma ahay nin wuxuu doono iska sheego aanu ka camal falayni. Wayanhawna annaas walaa yantahuun, dadkan intay wax ka reebaan isaguna aanu ka reebtoobayni. Walaa yantahuun, wainamaa kaana sawaama nahaarin qawaama laylin, maalinkiina mid soomuu ahaa. Marka saa'ima sawaam, nin sooma oo aada u soomu ah, soom badan, habeenkin aada u tagnaada. Akhbara canhu cabdullahi ibnu abi mulayka qaal, akhbara canhu cabdullahi ibnu abi mulaykata faqaal, cabdullahi ibnu mulayka ka waran wuxuu yidhi saxibtu ibna cabbaasin radia allahu canhu makkata ila madiina. Ibnu cabbaas baan la safray makan ka dhaqaaqnay ila madiina 450 kilomitir baan wada soconnay. Fakunna idaa nazalna manzilan, markaan meel degno, qaama shatr alleyli, ibn cabbaas habeenkii bartankiisii marka la gaaro istaagi jiray. Wannaasu niyaamu min shiddati tacab, dadkuna ay daalan yihiin, yani ay iska hurdaan daal darti. Yani waad ogtihiin maaha diyaarad iyo tareenkan iyo basaskan mukayfka leh la raacaya maaha, way soconayaan dadka 450 kilomitir. Dabcan waa in safarku marba meel la dego si markaa loo nasto. Markii dadka ay yimaadaan meeshay ku nasan lahaayeen oo la wada daato, nin walba hurdo ula dhaco, isagu salaad buu istaagi jiray. Walaqad ra'aytuhu daata laylatin yaqra, waxaan arkay habeen habeenada kamid isagoo aqrinaya. Wajaa'at sakratu lmowti bilxaq dalika ma kunta minhu taxiid, sakratu lmowtkii baa yimid oo xaqa, waana waxaad ka wiican jirto ka leexan jirtay. Fadalla yukadiruha wayanshiju xataa talaca calayhi lfajr, waxaan arkay isagoo aayaddii usoo celceshanaya kadibna cod murugo leh ku aqrinaya ilaa waaguu ka baryay وفجر كلا قال وحسبنا بعد ذلك كله وحن مغفلا أن نعلم أن عبد الله بن عباس كان من أجمل الناس من أجمل الناس جمالا إنه هذي قرح تاغنتها إنك هو قرح ضمن إنوها وأصبحهم وجها هو افتين بضن فما زال يبكي في جوف الليل هبينك برتن كي مركل قال وأوي جري من خشية الله إلهي بغدنتي سدرت حتى خدد الدمع الهاتون ilintan saa u burqanaysaay ilaa ay waddo ka yeelatay khaddayhi alasiilayn
لبيس الدمنوط أولي جلعان أو نندل يرأم وقد بلغ ابن عباس من مجد العلم غايته علم جنا شرفتيسا يولكيسو كجاري ذلك أن خليفة المسلمين معاوية بن أبي سفيان خرج ذات سنة حاجا وحد على سنة سنة كم إذا أيا معاوية أي سؤال حج حج بسؤال وخرج عبد الله بن عباس حاجا أيضا عبد الله بن عباس بسؤال حج ولم يكن له صولة ولا إمارة ابن عباس وأن كان اسكم معلن كأهو وح باور أه إي وح إمارة نين ماها أمير ماها مال ماها يستقاضي ماها لكن ولين عالم معاوية ندوانين مسؤولة وخليفة عينا كدوا الدودية وحل قياسي كرمها وح واردين يلا ما قياسي كرم فردها دبا أردي يلا ما قياسي كرم بحيري فكان لمعاوية موكب من رجال دولته معاوية وحل سعودي أوه اليوم وحل سعودي وقلبني عيدا انت لك ورقي دولتها وكان لعبد الله بن عباس موكب يفوق موكب الخليفة من طلاب العلم إذن وحا قرب سعودة انت سو قوتو وأردد سيئة أو كبضا انت قوتي معاوية يعني بمعنى أود وبهنا يعني علمي أيا أودة علمي أيا وحوية هي مكة أو كم معمول لها مركة فردها انت راضة بضان ووتون خليفة المسلمين يعيدا كان انت راضة بضان وحا كبضنا كوة لسعود علي بن عبد الله بن عباس وأردين سيئة وأنه البقور هذه كلمة مكة ومكبرته عمر ابن عباس 71 سنة كل تدوات صنع النولا ملأ فيها الدنيا علما وفقها وحكمة وتقى انت انولانا دين وكب وحي علم ما ديه الهي فقه حكم اي تقوى فلما اتاه اليقين اما اتاه اليقين صلى الله صلى عليه محمد بن حنفية ملك الجريز اللي جارنا وحاكوتو كريم محمد بن حنفية ومحمد ابن علي بن ابي طالب يعني كالوشي محمد حنفية الوشي ومحمد ابن علي بن ابي طالب مركا هويري ولوتي ريسي سي حسن حسين لو كلا صار لبدو ده محاي هويري محاي هاي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد محاي لي المعركة حسن حسين محاد علي فاطمة بنت محمد محمد نيكا لغو مقعابا هويري وحاليه جري معركة ربني حنيفة مركز سجيد يضنا الكاس مركز القسار الجوي طيب المهم والبقية الباقية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلة التابعين يوحى كنت كذي انت مركز جوكتي وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتابعين تكوة دووينا وفيما كانوا يوارونه ترابة يوغ مركة حبالية وعيد ساء قربية سمع قارئا يقرأ ما لقي من لما يقان وحي مقلين من قرآن أقرين يوغ قرآن بي مقلين عد بي مقلين عدكم حولة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي نفصدي نفسد هي حسلون ربي قال الله أبو أدور راضي راضي اللي جاي هي كبر الدوم ذي إلهي جنة ذي إلهي قل بين مقلين باليري بمعنى واحد سند لكن الاستيعاب كقرا هذا ككن أي ماشي كقرا هي بهامش الإصابة سيد مرك الله تلمامه المهم إن ومعركتي أهان عالمة ليس كما هيو إن سحابي أهان ليس كما هيو يسيء أنفاشي نوحل ورجيني من أهل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى إنك إلهي جنة الله وقدير وإلهنا بالله توفيق.